الطلبة الأعزاء، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. هنبدأ بقى من النهاردة نرسل لكم فيديوهات حلول امتحانات الشهادة الثانوية في مادة الكيمياء للعوام السابقة، ومعاها نموذج إجابة الوزارة، بحيث إن أنت برضو تاخد فكرة عن طريقة تصحيح وطريقة تقدير الإجابات. الكلام ده خاص بطلبة اللغة العربية واللغات. الحلول الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية في مادة الكيمياء عربي ولغات كيمستري. النموذج مفروض في نموذج باللغة العربية ونموذج باللغة الإنجليزية. بالنسبة لطلبة اللغات بيبقى نزل لهم طبعا البوكلت عربي وإنجليزي، بس طبعا معظمهم بيحل باللغة الإنجليزية. تابع معايا، وفي كل فترة كل يوم أو يومين هنزل لك حلول امتحان من امتحانات الخمس أعوام السابقة، لعله يكون مفيد بالنسبة لك. شوفوا الحلول وطريقة الحل. وطبعا دلوقتي زي ما انت عارف احنا مش عايزين اجابات طويلة، كل المطلوب اجابات مختصرة. وطبعا معظم الامتحان زي ما انت عارف اختر، بس في اسئلة بدرجتين وفي اسئلة بدرجة، فانت ركز كويس. طبعا الامتحان النموذج ده هتلاقيه 45 سؤال، لا من اول السنة دي بقى انت هتلاقي عدد الاسئلة اختلف، هتلاقيه 50 سؤال. فطبعا وفي اسئلة طبعا مقالي، اسئله اخطر. فانت طبعا حاول تستفيد من الاسئله ونظام الاسئله، ماشي؟ وتابعني باستمرار، ولو عندك اي سؤال ابعت لي في التعليقات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النموذج مفروض في نموذج باللغة العربية ونموذج باللغة الإنجليزية.
بالنسبة لطلبة اللغات بيبقى نزل لهم طبعا ايه البوكلت عربي وانجليزي، بس طبعا معظمهم بيحل باللغة الانجليزية. تابع معايا، وفي كل فترة كل يوم او يومين هنزل لك ايه حلول امتحان من امتحانات الايه الخمس اعوام السابقة، لعله يكون مفيد بالنسبة لك. شوف الحلول وطريقة الحل. وطبعا دلوقتي زي ما انت عارف احنا مش عايزين ايه اجابات طويلة، كل المطلوب اجابات مختصرة. وطبعا معظم الامتحان زي ما انت عارف ايه اختر، بس في اسئلة بدرجتين وفي اسئلة بدرجة، فانت ركز كويس. طبعا الامتحان نبذك ده هتلاقيه 45 سؤال، لا من اول السنة دي بقى انت هتلاقي ايه عدد الاسئلة اختلف، هتلاقيه 50 سؤال. فطبعا ايه وفي اسئلة طبعا مقالي، اسئلة اختر. فانت طبعا ايه حاول تستفيد من الاسئلة ونظام الاسئلة. ماشي، وتابعني باستمرار، ولو عندك اي سؤال ابعت لي في التعليقات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النموذج مفروض في نموذج باللغة العربية، نموذج باللغة الإنجليزية. بالنسبة لطلبة اللغات بيبقى نزل لهم طبعا ايه البوكلت عربي وإنجليزي، بس طبعا معظمهم بيحل باللغة الإنجليزية. تابع معايا، وفي كل فترة كل يوم أو يومين هنزل لك ايه حلول امتحان من امتحانات الايه الخمس أعوام السابقة، لعله يكون مفيد بالنسبة لك. شوف الحلول وطريقة الحل. وطبعا دلوقتي زي ما انت عارف احنا مش عايزين ايه اجابات طويلة، كل المطلوب اجابات مختصرة. وطبعا معظم الامتحان زي ما انت عارف ايه اختر، بس في اسئلة بدرجتين وفي اسئلة بدرجة، فانت ركز كويس. طبعا الامتحان نبذك ده هتلاقيه 45 سؤال، لا من اول السنة دي بقى انت هتلاقي ايه عدد الاسئلة اختلف، هتلاقيه 50 سؤال. فطبعا ايه وفي اسئلة طبعا مقالي، أسئلة أخطر. فأنت طبعا إيه حاول تستفيد من الأسئلة ونظام الأسئلة. ماشي، وتابعني باستمرار، ولو عندك أي سؤال ابعت لي في التعليقات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.